اطلع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي على سير العملية التعليمية وخطة مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت للمرحلة القادمة من العام الدراسي الحالي. جرى ذلك خلال زيارته الخميس لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ولقائه مدير مكتب الوزارة أمين عبد الله بعباد بحضور رؤساء الشعب بالمكتب. واستمع الأمين العام من مدير المكتب إلى خطط تفعيل الخارطة المدرسية التي توضح المشاريع الأكثر احتياجاً، تنظيم الأرشفة الإلكترونية وبرنامج النزولات الميدانية ودراسة حقوق المتعاقدين والمعلمين. ونقل الأمين العام تحيات محافظ المحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي لقيادة وكوادر مكتبي التربية والتعليم في الساحل والوادي وللإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات في مختلف مدارس المحافظة، مؤكداً أن العملية التعليمية تحظى باهتمام قيادة السلطة المحلية بوصفها نقطة الارتكاز لبناء الأجيال التي تقع على عاتقها مهمة البناء والتنمية. وأثنى الأستاذ صالح عبود العمقي على البناء المؤسسي بمكتب التربية مؤكداً بأن كوادر التربية من أفضل الكوادر على مستوى الوطن، مشيداً بما قدمه مدير المكتب السابق الأستاذ جمال سالم عبدون من جهود نتج عنها استقرار العملية التعليمية وتهيئة البيئة المدرسية، داعياً إلى الحفاظ على ما تحقق والحفاظ على تميز المناهج الخاصة برياض الأطفال والبيئة المدرسية وتحسينها للأفضل، منوهاً بالاهتمام بالمعلم الذي يعد الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وله ترفع تحية الإجلال والإكبار لدوره المهم في المجتمع، مشيراً إلى أن المعالجات التي تمت لمعلمي الوادي ستشمل جميع معلمي المحافظة.